يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يصود غداً الاثنين طقس الحار نهاراً على القاهرة والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يصود طقس معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 36-23، الإسكندرية 31-22، مطروح 29-21، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 37-22، إلى السويس 36-23، العريش 32-23، طابة 36-23، شرم الشيخ 39-28، والغردقة 39-28، إلى الأقصر 41-27، أسوان 42-28، الوادي الجديد 39-26، شلاتين 39-28، وحلايب 36-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.